غريب عنا اليوم اللاعب الكوري الجنوبي ليميون. كرة موجودة الآن الشمراني أمام المرمى الشمراني. يا السلام يا السلام يا ناصر، الشمراني سجل والشمراني كشر عن الآن يا بدري في هذه المباراة ويضع العين في المقدمة بعد كرة طويلة وصلت لناصر الشمراني كانت ربما عن طريق عمر عبد الرحمن. فرحة كبيرة للاعبي نادي العين ولجماهير العين القليلة الموجودة في هذه المباراة. لاحظ الكرة من ناصر الشمراني، تابعها وضعها من زاوية صعبة جدا، تمريرة المعلم تمريرة المعلم عمر عبد الرحمن، وضعها أمام المرمى قال يا ناصر سجل واحتفل مع جماهير العين وأسعد الجماهير العينوية وأسعد الجماهير أيضا السعودية اللي تتابع هذه المباراة أكيد وتنتظر من ناصر الشمراني الكثير. ناصر الشمراني يضع البصمة الأولى، يسجل الهدف الأول، يحتفل بعد ذلك بطريقته الخاصة مع اللاعب عمر عبد الرحمن. واحد إلى شيء.